العرف ما هو؟ إخواني الأعزاء، هذه من الأبحاث مو المعقدة، لا هي أبحاث الإنسان لعله لوضوحها هذا المعنى. مسألة العرف واقعا تعريفها من السهل الممتنع، ولذا أنتم تجدون في كلمات جملة، هسه ما أريد أقول كثير، جملة تجد أن هناك خلطا واضحا بين العرف وبين السيرة العقلائية. السيرة العقلائية إخواني مو العرف ولا العرف، السيرة ماذا؟ العقلائية. السيرة العقلائية هي التي يشترك بها العقلاء باختلاف ماذا؟ باختلاف ظروفهم، شؤونهم، أديانهم إلى آخره. الاعتماد على ظواهر الكلام، هاي مرتبطة بمدرسة أهل البيت؟ لا. مسلمين؟ لا. مؤمنين بالشرائع الأخرى؟ لا. أساساً هذه قائمة عند الجميع، أنه يريد أن يتعامل مع الآخر يعتمد على ماذا؟ على ظواهر كلامه. هذا الاعتماد على ظواهر الكلام هذا مو عرف، هذه ماذا؟ هذه سيرة عقلائية. يعني أنا ما أدخل في التعريف الآن، فقط أضرب الأمثلة لكم تعلمون، لابد يكون واضح للإخوة أن المثال أيضا طريق من طرق ماذا؟ التعريف كما قرأتم في المنطق. المثال، التمثيل، نعم لا يعطي الحدود جامعة مانعة، ولكنه واحدة من طرق ماذا؟ التعريف. الآن إذا كنت صاحب اليد على شيء، ها؟ إمارة الملكية لو ما إمارة الملكية في كل مكان، اذهب إلى كل عالم، إذا جالس أنت في بيته وتتصرف في كذا، إذا السيارة بيدك أحد يشك بأنه يقول روح ثبت، إلا إذا وقع النزاع، ذاك حديث آخر. ولكن العرف ما هو؟ ها؟ لعله مولانا في منطقة تختلف عن منطقة أخرى في بلد واحد. الآن تعال إلى مدينة، تجد في فلان حي عندما يريدون يخرجون للعزاء للإمام الحسين يخرجون مشاعل مولانا على الكهرباء، واحد على الغاز وواحد طلع على النفط. مولانا سؤال، ليش هذا على الغاز وذاك على النفط؟ طيب أسفت أعراف فيما بينه، هذه ما مو بالضرورة أنه منشأها تكون ارتكازات عقلائية. الآن لابد مثلا الطلبة مولانا في الحوزات العلمية، مو بس طلبة المراجع إلا، لابد يقعد على القاع مولانا، وهذه ركبة ورجلية ورطب، شلون درس يقعدون على الاسكمليات وعلى الموبل، شلون يصير خلاف العرف؟ هذه أعراف، هذه كل علاقة. عندما تريد تحترم واحد لابد تقوم له في مجتمعاتنا في أعرافنا، أما في مكان آخر يكفي أنه يسوي لنا شيء. إذن الأعراف أو العرف، طبعا في موردين أنا أرد مصادر كثيرة والكتب المكتوبة فيها، خصوصا عند مدرسة الصحابة كتب كثيرة وفيها رسائل أيضا كثيرة، دكتوراه وماجستير، ولكن بنحو الإجمال هكذا أعرف العرف. هو ما تعارف عليه مجموعة من الناس في مكان معين وضمن شروط خاصة على تصرف معين أو عمل خاص. أعيد، ما تعارف عليه مجموعة من الناس في مكان معين وضمن شروط خاصة، لأنه نفس هؤلاء لعله إذا كانوا في شروط أخرى لهم ماذا؟ مولانا أنت تريد واقعا تبدي أنه حزين، شو تسوي؟ تلبس أبيض وتلبس أسود؟ وتلبس أسود، بس لعله غير مكان يلبس، يلبس أحمر، يلبس أبيض، أحسنتم. شنو هذا عرف؟ عرف تعارف عليه هؤلاء. ومع الأسف الشديد في كثير من الأحيان تجد في الاستدلالات القضية مرتبطة بالسيرة العقلائية يقولون انظروا شو يقول، ماذا يقول العرف؟ القضية مرتبطة بالعرف يقول هذه ارتكازات ماذا؟ عقلائية. لا العرف ارتكاز ولا الارتكاز ماذا؟ عرف. هسه من باب افتح لقوس أو حاشية الكتاب، وهو أنه كثيرا ما يقع الخلط بين السيرة العقلائية والأحكام العقلية. هي قضية مرتبطة بالارتكاز العقلائي، ولكن يعبرون منها الأحكام شنو؟ ها؟ أحكام عقلية. وهذه من الأخطاء الشائعة خصوصا في علم الكلام، يعني
جملة من الأدلة التي قاموها على عصمة أهل البيت وسموها أدلة عقلية، هي في الواقع شنو؟ هي عقلائية لا علاقة لها بالأحكام العقلية. وخلط ثالث، وهو الخلط بين أحكام العقل العملي وأحكام العقل ماذا؟ النظري. هي من مدركات وأحكام من؟ العقل العملي، ولكن ينسبها إلى من؟ إلى العقل النظري. التفتوا إخواني، كتبنا الأصولية، كتبنا الفقهية في كثير من الخلط الذي موجود فيها عدم توضيح هذه المصطلحات. هذه اللي أنا أعبر عنه دائما، معرفة الإصطلاح نصف العلم. أنت إذا ما تعرف الإصطلاح واقعا لا تستطيع أن تتكلم بشكل دقيق، ولا أن تكتب بشكل دقيق، ولا أن تقرأ وتفهم بشكل دقيق. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في يوم جاء إلى الدرس ذكر هاي القضية، قال جايبي لي كتاب الشخص مو طالبة في الحوزة وإنما في الخارج، وإنما مطالع شنو؟ كتب الأصوليين، فشايف بأنه هو يقدر يكتب في علم الأصول، فكاتب في كتابه أنه انظروا المفارقات الموجودة في علم الأصول في الحوزات العلمية. شنو من المفارقات؟ يقول من مفارقات هؤلاء هم يقولون الأصل مثبت، ولكن مع ذلك يقولون مو حجة. هو إذا كان مثبت ليش مو حجة؟ أصل مثبت خده يثبت بعد، وإذا يثبت ليش تقول مو حجة؟ شوفوا أحسن معرفتي ماذا؟ الإصطلاح. أصل مثبت ولكن ليس بحجة. إذن العرف هذا سؤال، ما هي موارد؟ طبعا في جملة واحدة العرف كما قلت لغة التعريف يأتي ممن؟ من اللغة. التطبيق والمصداق يأتي ممن؟ شنو؟ من العرف، مو من السيرة، ها؟ من العرف. ولذا أنت تجد في باب النفقة في كل مكان النفقة شلون تكون؟ مو السيرة العقلائية، النفقة شنو؟ العرف ماذا يقول؟ في مكان قد يكون هذه نفقة، يعني نفقة شرعا، وفي مكان آخر لعله في نفس ذلك البلد لا يكون ماذا؟ نفقة شرعا. حس إذا أريد أضرب أمثلة، لعله في شمال قم أو في شمال طهران نفقة الزوجة شكل، وفي جنوب طهران ماذا؟ نفقة. لماذا؟ لأن الحياة الاجتماعية هناك بنحو، والحياة الاجتماعية ماذا هنا؟ بنحو آخر. في إيران، في العراق، أنت اذهب إلى مختلف المناطق تجد أن المؤونة تختلف لعله من مكان إلى آخر. هذا الاختلاف ما هو منشأه؟ اختلاف الارتكازات العقلائية؟ أبدا إخواني، اختلاف ماذا؟ اختلاف العرف.